دلوقتي خلونا نطلع مع بعض كده تقرير نشوف الانتخابات وآراء ممثلي الجمعية العمومية للاتحاد الكرة ونرجع مرة تانية. النهارده العمليه الانتخابيه النهارده، قول لي يا فندم انتوا بتتمنوا ايه من مجلس اداره جديد باذن الله؟ احنا بسم الله الرحمن الرحيم بشكر نادي قناه نادي الزمالك على تغطيه الحدث الهام اللي هو يمكن بقى لنا 3 سنين النهارده ما عملناش جمعيه عموميه. طبعا من 2019 تقريبا وما فيش مجلس اداره منتخب واللجنه اللي بتدير الاتحاد، احنا طبعا منتظرين كتير من مجلس الاداره المنتخب ان هو حقوق الانديه والتاخير في وانتظام المسابقات وكافة المشاكل اللي عانى منها الأندية الفترة اللي فاتت، إن شاء الله بإذن الله على ترابيزة الاجتماعات بتاعة الاتحاد قريب، والناس وعدتنا امبارح وأول إن شاء الله بإذن الله كل المشاكل الخاصة بالأندية في طريق الحل إن شاء الله. المطالب إحنا عاوزين نبقى عارفين خطة واضحة لنظام المسابقات من دلوقتي لموسمين 3 قدام، نبقى عارفين نظام الهبوط، نظام الصعود، القيد هيبقى كام لاعب 30 35، الامور دي لازم ثابته، لازم نبقى عارفين عاملين برامجنا امتى الدوري بيبتدي امتى الدوري بينتهي، لازم يبقى في خطه موضوعه علشان احنا نمشي عليها، انما ما ينفعش الفتره اللي فاتت ما احناش عارفين الدوري بيبتدي امتى بينتهي امتى، قيد يبقى 35 تتعاقد مع 35 لاعب تفوجئ السنه اللي بعدها انه بقى 30 لاعب بس، طبعا بتفقد لعيبه وبتفقد فلوس وهدر مال. فان شاء الله احنا متوسمين ان شاء الله في المجلس الجديد ان المجلس الجديد ان شاء الله هيحط كل الضوابط والاسس دي من الاول علشان الناس تبقى في خطه واضحه ورؤيه شامله للكره المصريه في الفتره القادمه ان شاء الله. احنا بس عايزين يبقى في خطه ثابته، يبقى عندهم يعني برنامج ياخدوها زي ما بيقولوا كده، ما يبقاش في اختلاف، يعني يبقى في يبقى برنامج، يبقى الاتحاد هادي شويه، يبقى ياخد الامور بجديه شويه، يبدا ينظر للكوره والمواعيد والتاجيلات عشان باذن الله يبقى عندنا دوري قوي. هو الدوري موجود قوي طبعا، بس احنا عايزينه يبقى فيه تركيز اكتر شويه ويركز مع الدوري ويبقى خطه محطوطه تطبق. والله نطلب من الاتحاد الدكتور جمال ان غالبيه انديه الصعيد اللي بتلعب في الدرجه الثالثه اللي بالك يعني ما لهمش ملاعب، بيتاجروا بالملاعب بيأجروهم، فعايزين خلي بالك يخصوا لنا ملاعب خاصه بالانديه، وتدعيم الأندية ببعض المبالغ المالية حفاظا على يعني حفاظا على من السقوط الأندية. خلي بالك ان مفيش لازم تبرعات، خلي بالك ونتعشى بخير من الأستاذ جمال ان الراجل ده من الصعيد ويدي نظره لانديه الصعيد خلي بالك عامه. احنا بنطالب اتحاد الكوره، احنا في عهد جديد، احنا في جمهوريه جديده، كل حاجه بتتغير في مصر كل شيء، وبالتالي بيتغير برضه، واحنا بنشوف بنشهد دلوقتي نظام اتحاد جديد، قائمه محترمه يعني متجانسه، توليفه كويسه، ناس شرفاء محترمين جدا، وعايزين من الاتحاد برضه ان الدعم المالي للأندية الفقيرة، احنا بنعاني حضرتك ومش احنا بس، ده معظم الأندية في الدرجة الأولى، يعني احنا كنا في الدرجة الأولى لسنوات هبطنا عشان ما فيش مليم وبنستلف من بعض، فما ينفعش. عندنا اتحاد عايزينه يدي برضه للناشئين، قاعدة الناشئين اللي هي بتنفع مصر، أمل مصر في القادم، وتنفع برضه الفرق الكبيرة، ويساعدونا شوية، لا شايفين الوزارة ما بتسألش عننا والاتحاد برضه ما بيسألش، فاحنا عايزين ان يكون داعم للانديه الفقيره ويقف عشان احنا نقف معاه طول العمر. عندنا برضو ان فيه المجموعه بتاعتنا ال10 في قسم الثالث 12 نادي، بقت المجموعه 16 نادي، احنا عايزين الهبوط ما يكونش الاربع انديه، يعني دي برضو غلط، 12 نادي يهبط منهم اربعه و16 مجموعه فيها 16 نادي يهبط منها اربعه.